السلام عليكم إخواني وأخواتي، مساء الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أما أنا إخواني وأخواتي كنت مريض بزاف، وراه دوزت واحد المرضى اللي لا يوريكم شي، بس كنت مريض بزاف والحمد لله دابا اللي استرجعت القوة ديالي والحمد لله، كنحمد الله ونشكرو اللي هز عليا المرض وهز عليا كل شيء. خوتي وخواتاتي كنحبكم لله في سبيل الله، لان نتوما الاسره ديالي الكبيره اللي دابا الحمد لله بدات كتكبر بفضلكم نتوما. وكنطلب من الاخوان والاخوات ينضموا لينا ويشاركوا في القناه ديالنا حتى هما باش نزيدوا نكبروا العائله ديالنا، وراه ما يكون ديما يكون الجديد وديما ما يكون غير اللي يعجبكم، ويمكننا كاع نلبيو الطلبات ديالكم. بحال مثلا الا بغيتو توضعوا شي اسئله ولا بغيتو تسولوا على شي حاجه ولا هذا ولا نهضروا على شي حاجه، حنا دائما راهن الاشاره. اخواني واخواتي اليوم غادي نهضر على داك المسلسل اللي قرب يسالي، واحد المسلسل اللي هو هادي شي 5 شهور ولا 6 شهور، قول 6 شهور، 6 شهور وحنا تابعينو، مسلسل ديال أين أبي. المسلسل ديال الحماري اللي هو عادل ميلودي اللي انكر وليداتو، واللي دابا الحقائق بانت من كل ناحية، بانت مع الشهود، بانت مع الناس القدام، بانت وأخيرا بانت على لسان الصديق ديالو أطول، اللي يعني أقدم صديق عنده، واللي قال بأن هادوك ولاد وليداتو، ألا وهو داك عبد الحق زويرة. من بعد ما خرج عاوتاني جمال بوكينغ، ومن بعد ما خرج سامويل، هاد الناس هادو كيدخل شوية الشك بعض المرات معاهم الناس ديال التخرويض ومولفين التخرويض، كنقولو ياك ما كيديرو لنا شي لعبة باش يوجهو الأنظار ديال المغاربة لجهة أخرى، باش ميبقاوش عقلهم، باش ميبقاوش متجهين لميلودي، بغاو يدورو المغاربة ناحية أخرى. يمكن هاد الدور هادا اللي بغاو يديرو، لأن بنادم بغى يقول الحق، علاش ما قالوش شحال هادي؟ علاش دابا عاد ظهر هو باش يقول الحق؟ علاش ما قالوش شحال هادي؟ هو كان عارف داك الحق، علاش سكت؟ علاش سكتو حتى لدابا عاد ناضو يهضرو؟ وخصوصا داك سامويل، هذاك شيطان كتبان فيه شيطان، هذاك بحال والو لاعب اللعب كامل كيلعب كلشي لصالح ايمان، واخا يهضر واخا يخرج بهاد الكلمات واخا يخرج بالتصريحات راهم دروسين هو ولا لا المسطوطة المسخوطة. كنا ما نعرف فين غادي هاد الشاب الحماري، ما عارف فين باغي يوصل هو وداك السلطة المسخوطة، شحال سب فينا واستهزاء يعني بينا من كل ناحية، ومسلينا يعني قال كلام ساقط في حق الشعب المغربي كامل، ومسنا الأعراض ديالنا والشرف ديالنا، لأن احنا مغاربة أحرار ما كنحملوش اللي مسنا الأعراض ديالنا، وقال لك المغربي كيموت على بلادو ولا على ولادو، وتجي نتا يا الحمار وتقول أنا درت المغربيات كلهم، أنا درت المغاربة كلهم، أنا وأنا أنا ها دويا الحمار، ما بقى لك ما لقيتي ما تقول، ما لقيتي مع من تقاد راسك مع 40 مليون، هما اللي شعلوك هما اللي غيطفيوك بإذن الله. الشمعة ساهلة تطفيها، كدير لها هاكا تطفى، داك هاكا وقع عليك نتا، وراه النتائج بداو كيبانو. هاهما جراو عليك البارح من بار، كنتي خدام في بار جراو عليك بالقراعي، سيروا عليك بالقراعي وجراو عليك، هاد كثر من هاد الدل هذا اللي وصلتي ليه، ها كثر من هاد الدل. اما بحال اللي قلنا
الخروج ديال هادوك هو في الشك، الخروج ديال جمال بوكينغ و زويرة وصامويل، الخروج ديالهم في الشك. هادشي كامل بحال اللي قلت لكم، بغاو يدوروا الاتجاه ديال المغاربه، يدوروا على الميلودي، ما يبقاوش حاطين على الميلودي باش يعني يشوفوا شي حاجات اخرين. وهذه هي اللي ما يمكنش، المغاربه غادي يبقاو لاصقين في الميلودي حتى يثبت النسب ديال دوك الدراري، حتى يعطي حق دوك الدراري، عادي يطلقوا منه هاد الناس. هاد الناس غادي يبقاو شادين في الميلودي بحال اللي قلت لكم، حتى يعطيهم الحق لولادو ويعوضهم على داكشي اللي داز عليهم. ولادو عاشوا الفقر وعاشوا العواز وعاشوا الحاجة بنفس يعني بمعنى الكلمة. هو الحمار كان عايش في الرغد، عايش حياة يعني مرخوفة وعايش بخير، هو ودوك الدراري الاخرين. دوك الدراري الاخرين اللي بغيت نقول لك يا الحماري، هادوك اللي خاصك تمشي تشوف دير لاديم واش ولادك ولا ماشي ولادك، هادوك. لانك انت راخي اللعب، بنادم ما كتمشي وتجيب وحده لاوروبا، بنادم ما كتبقى مع الرجال بوحده في الفيلا، بنادم ما كدير وكتفعل وكترك، وانت بحال اللي قال لوجدي البزاق له الله يجيب. ايوا كيفاش هادوك اللي خاصك دير لاديم واش ولادك ولا لا؟ ما هادو باينين، ما امنيه وعزيز باينين، ولادك باينين من الطياره بحال اللي كيقولوا، باينين مع الشهود قدام كاع اللي حضروا لكل شيء، وباينين عند يعني في قنيطره كامله كتعرفهم هادوك ولاد ميلودي. حتى في المدرسه اللي كيقراو فيه اللي كانوا كيقراو فيهم مدارس كيعيطوا ليهم ولاد ميلودي. قلنا بان هاد ميلودي خصو دابا قرب الوقت اللي خصو يشوف يدير حل لراسو في اقرب وقت، بلا ما يزيد يغرق. راه غرقت، غرقتي لا كارير ديالك، هرست مشقوقه الشقوق فيها لا كارير ديالك، يتمسها طيح. فين غادي مازال؟ وصلتي للدل، ما بقاوش كيقبلوك في الخدامي، ما بقاوش كيعطيوك تخدم. فين وصلتي؟ فين باغي توصل مازال؟ الدل ها هو انت فيه، وانت باقي تابع داك السلطة المسخوطة، هاديك هي اللي خرجات عليك وغادي تخرج عليك، هاديك هي اللي غادي تخرجك بكبوطك ومحال، تخرج بالفيستا ديالك على ظهرك. عقل مزيان يا الحماري اللي ما بغيتيش تسمع النصائح ديال 40 مليون، واش هاد الناس كلهم غادي يكونوا غلطين الا انت؟ وهي ولا مشيتي تفكر في الحقيقه وتفكر عقلانيا، غتلقى بان دوك الناس كاملين باغيين ليك الخير. هادوك 40 مليون ديال المغاربه اللي ضدك، الا فكرتي مزيان نيت عقلانيا ومنطقيا، غتلقى هادوك هما اللي باغيين ليك الخير، وما باغيين ليكش الدل اللي انت وصلتي ليه وباقي باقي مهود فيه، باقي مهود في الدل اللي كتصنعو لك هي، لان دايره في راسها شي بلانات اخرين. انت عارف اش كيدور في راسها؟ ميمكنش. راه الراس ديال بنادم هو الثلث الخالي، ميمكنش تعرف اش كيدور في راسها. ولا هي مخططه عاد تعيش حياة أخرى في شي بلاصة أخرى مع شي واحد لاخر، وكتوجد الضربة ديالها إلا إلا إلا. راه كاين بزاف، وخصوصا بحال هاديك اللي كيكونوا مدوزين بزاف، مدوزين لي بار ومدوزين الصحاب بزاف، ومدوزين كيكونوا عندهم تجربة، كتعرف كيفاش تلاعب ببنادم اللي هو حولي، ماشي بنادم اللي راجل، لا بنادم اللي حولي بحالك، كيتلاعبوا بهم كيف ما بغاو رضاو.
ويديو ليهم رزقهم ويلوحوهم للزنقه. كتلقاه ولا الكوليزي في الزنقه مليح، غادي يشد شي قرعه ديال الالكول وغادي مع شي حيط مقطع موسخ. هادوك كيكونوا الاغلبيه سببهم بحال هكا. وحده كتكون خرجت عليه تا كيولي عايش بدوك الحالات اللي كنشوفوهم دابا في المدن. رد بالك الميلودي، ما بقالكش الوقت بزاف. اما والا هذه هي ديال الرجال ديال بصح، اما والا جابت ولا خابت. وما تخافش ربي، الا كنتي النيه ديالك الخير راه غتجيب، يجيب الله الخير. وهذا اللي عندي ما نقول لك. دابا اخواني واخواتي غادي ننقز لواحد المحور اخر. هذا اللي غادي نهضر عليه دابا طيرها المغاربه كاملين بدون يعني بدون استثناء. هذا الشخص هذا واحد راس البصله، راس البصله نيت البصله سلعه عندها غير دوك العواد من التحت، والبصله كتكون يعني نفس هاد الشخص هذا اللي كيقول وكيحلم وكينصب وكيدير باسم انه رئيس جمعيه الشباب الملكي. هاد الشخص هذا لا علاقة له بالشباب الملكي، ولا علاقة له بالملكية، ولا علاقته بس في يدبر على راسه في المصالح الخاصة دياله في النصب والاحتيال باسم جلالة الملك مع الناس مساكن ما كيعرفوش كيسمعوا جمعية الشباب الملكي، غير كيسمعوا الملكي الاخر كيعطي واحد النوع ديال الاحترام، كيعطي واحد النوع تما فين كيقلب هو وكيدخل لبنادم وكيبتزو كيبتزو كل واحد طريقه عنده. مع دابا راه هو ولا واعر في هادشي ديال الابتزاز والنصب، وكيبتز الناس في الاراضي وفي الديور وفي الحاجات اللي هما فيهم فلوس ديال بصح باش باسم رئيس جمعية الشباب الملكي. والملكي ما كي الملك ما كيبغيش هاد الشي هذا، والملك بعيد عليك، والملك بريء مما تفعله. يا السنطيحة الجمارة، الملك بعيد على داك الشي هذاك اللي كتدخل الملك انت في اي تدخل ديالك في اي تصريح كتبغي زعما تزوق ديك الهضره كتدخل الملك. بحال هاد المؤتمر الاخير اللي درتو وكتقول باسم جلاله الملك، ما كتحشمش كطيح بالملك ديالنا، كتحشم بالملك ديالنا. غيشوفوه دول اخرى يشوفوا داك التصوير ويشوفوا داك الشيء يقولوا هذا واش هذا هو المستوى ديال واحد الحاجه اللي هي تحت رعايه جلاله الملك. واش جلاله الملك كيدير مؤتمرات في قياطن؟ واش جلاله الملك كيخدم في الصونو 458؟ واش الماتريال ديال جلالة الملك هو هذاك اللي كتستعمل انت؟ او لا في لي فاكتور كتعمر على حساب ماتريال مودرن الكترونيك انفورماتيزي وكتعمر لا فاكتور على داك الشيء وكتمشي تجيب انت الماتريال اللي رخيص، كتجيب الصونو ديال 458 اللي كتكرا 30 فرانك في الليله. راه اي طريق مشيتي تلقى اللي يشدك اللي يحصلك.
راه الناس كاملين مغاربه عايقين وعارفين وقاريين وعندهم حرف وكيعرفوا في كل شيء. هانت ندخل مع دخلت معاك حتى السونوريزاسيون وحتى كيفاش يمكن لك السرق وتجي وتهضر انت باسم جلالة الملك وتهدد المغاربة. لا سيدي، الملك ديالنا الحبيب نصره الله وأبقاه عمره ما هدد الشعب ديالو، ميمكنش الملك ديالنا يهددنا. وتجي انت يا الحمار يا راس البصلة وتهدد المغاربة كلهم، كتهددهم واللي مس اللي كان انا كنهدد انا كان هذاك اللي مس الميلودي واللي جا من جيتو كامل راه ما نعرف اش غدير، اش بيديك ما دير يا الحمار. ولا الرابور ديالنا ولا رسالتنا هي هذه، راه اللي قرب للميلودي ولا ما حول ميلودي ولا الرابور ديالنا ولا اي فنان ولا سمع اخواني واخواتي، ما كيعرفش يميز بين في الفن، كيقول الرابور ديالنا والميلودي ماشي رابور ماشي رابور، الميلودي كي كيدير الشعبي هو كيقول الرابور ديالنا. سمع كيقول منخرطين ديالي عبر العالم لا يلوم الا نفسه، المنخرطين ديالي بحال هو ملكهم هو ديالو، كيتخيل راسو هو شي بحال شي ملك وعندو الشعب ديالو. شوفوا معايا مزيان شوفوا كيفاش كي يعني شنو كيتساع في هذا المخ ديال داك البصله، اش فيه شنو كيستوعب وكيفاش كيحلم، كيحلم على انه عنده كيحسب على ان المنخرطين ملكا له ديالو. اذا هذا هل هذا هو مستوى رئيس جمعيه؟ هل هذه هي كاريزما ديال رئيس جمعيه؟ ونزيدوا واش هذا التلوك ديال رئيس جمعيه؟ لا علاقة تمشي حاجة لا بالهضرة ولا بالطريقة ديال الهضرة، كيهضر بطريقة مسلقطة، طريقة سلوكية ديال الصعاليك ديال ولاد السوق، وداكشي باش دافع على ولد السوق على الحماري، حيت ولد السوق بحالو واللي كيقول لينا عليه هكاك اللي قرب ليه واللي هضر عليه ومن النواحي ديالو. اش على من كتهضر لينا؟ على شي فيلسوف؟ على شي عالم درة؟ على شي واحد خدام في لانازا؟ على شي واحد كاين دابا في موجود الفوق في السماء في الفضاء كيدير الدراسات؟ على من كتهضر لينا؟ على من كتدافع يا راس البصلة؟ على شي عالم العلماء؟ على شي شيخ؟ على شي حامل القرآن؟ ولكن كما يقول المثل وافق شن طبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لك انت يا راس البصلة يا محمد الدالي يا رئيس جمعية الشباب الملكي، أنت وصولي وانتهازي. نعم كتحاول تلصق كلشي في الملك وبطرق كثيرة، بحال التسمية ديال هاد الجمعية هادي، أنت زعما حبا في الملكية ولا حبا في الملك؟ أنت ضربتي ليها الحساب بأن راه غتكون محترمة، إلا كانت فيها الاسم ديال الملكية راه غتكون محترمة، وراه الناس غادي ياكلوا منها الخليع خافوا منها، راه غادي يحترموها، راه غادي يبجلوها، راه هادي هي النيه ديالك، ماشي نيتك حبا في الملكيه ولا في الملك. ايها الوصولي ايها الانتهازي،
وحنا نقول لك من هذا المنبر داك التهديدات ديالك ما تخلو من لهنا للمخرج ولهنا للمغاربه، لانك يعرفوك شكون انت وكيعرفوك اش كتسوى. والمغاربه الملك ديالهم الله ينصرو وما كيهددهمش كيدير ليهم هكا. والملك ديالنا الله ينصرو ويطول عمره في خطاب الخطابات الاخيره قال على ان المواطنين كلهم سواسيه، لا فرق بين داك وداك. سمعتي؟ اذا كنتي كتتبع بالصح بقلبك الملكيه راه غتكون سمعتي هذا الخطاب، وتجي انت دابا وتوضع، يعني تبغي توضع فروق بين المغاربه. هو مالك وقال حنا سواسيه، وتجي انت ودير بيناتنا تخربيق. يا وصولي يا انتهازي، خطي عليك المالك، حنا راه كاملين مواطنين وكاملين ملكيين، كاملين كنحبوا الملك ديالنا وخدمنا الوطن ديالنا اكثر منك. انا اعوذ بالله من قولتنا 23 سنه في الصحراء، نعم منذ 76، شكون اللي خدم كثر الوطن، انا ولا انت؟ وتجي انت تبقى تعالى علينا دابا، تعالى علينا في الوطنيه على خوتي المغاربه الاخرين. حنا كاملين بينا مغاربه بحال بحال، وكاملين كنحبوا الملك كثر منك، لان حنا الفرق اللي بيناتنا حنا كنحبوه لله في سبيل الله، ولكن انت كتحبو لاستعمال اسمه في النصب والاحتيال. شتي الفرق اللي بيناتنا؟ هو هذا اخواني واخواتي. بلا ما نطول عليكم، كنتمنى تكونوا ديتوا فكره على الشيء اللي تكلمنا عليه. وبحال اللي كنقول لكم دائما، هانتوما عندكم الاراء ديالكم اللي كنحترمها، وكل واحد الراي ديالو. وكنتمنى بحال اللي قلت لكم ديروا اللايك وبارطاجيو الى جات على خاطركم، وتابوناو الاخوان والاخوات اللي باقي ما تابوناو معنا يتابوناو، راه مرحبا بهم على الرحب والسعه. اخواني واخواتي، الى فرصه مقبله ان شاء الله.